بسم الله الرحمن الرحيم. بابي الكرام، نكمل معكم إن شاء الله دروس مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي. اليوم إن شاء الله سنتعلم درس العوامل الأولية. وهذا الدرس يعتمد عليه كثير من الدروس التي تليه، فلدينا عديد من المسائل. لدينا هذا النشاط سنتركه. نلاحظ هنا يقول عند ضرب عددين أو أكثر فإن كل عدد منهما يسمى عاملا لناتج الضرب. هي عوامل للعدد، فمثلا لو قلنا العدد 7 فعوامله هي 1 و7. 7 عوامله هي 1 و7، فهذه تسمى عوامل العدد. هذه تسمى عوامل العدد. السبعة له عاملين فقط، له عاملين فقط. مثله أيضا لو أننا أخذنا المثال الذي بجانبه وهو 6 مثلا، ثم حللنا هذه 6 وعرفنا كم هي العوامل التي تنتج لدينا من هذه 6. نركز، 6 طبعا كل عدد في الكرة الأرضية 1 في نفسه، هذا ثابت لا يتغير. كل عدد في الدنيا هو 1 في نفسه، 6 1 في 6، المليون 1 في مليون، المليار 1 في مليار، فله عاملين أو له قاسمين. هل يا ترى أسأل نفسي هل هذه 6 أيضا لها عوامل أخرى؟ نعم، 6 لها 2 ضرب 3، فأصبح لهذه 6 4 عوامل. أصبح لهذه 6 4 عوامل. ما هي هذه العوامل؟ 1 و2 و3 و6. 1 و2 و3 و6. ننتبه، ماذا تسمى هذه؟ ماذا يسمى هذا العدد؟ وماذا يسمى هذا العدد؟ ننتبه على نكمل الدرس. نعم، يقول العدد الذي له عاملان فقط هما 1 والعدد نفسه يسمى عددا أوليا، كما يسمى العدد الأكبر من 1 وله أكثر من عاملين عددا غير أولي. نعم، ننتبه على هذه المسألة. هذه 7 بما أنه لها عاملان فقط فأصبحت 7 عددا أوليا، عددا أوليا. وأصبحت هذه 6 غير أولي، لماذا؟ لأن لها أكثر من عامل، لأن لها أكثر من عاملين، لها 4 عوامل أو 4 قواسم. نعم، هذه المسألة الأولى في هذا الدرس. ننتبه للشرح أكثر إن شاء الله، سنتعلم الكثير منها. نعم، يقول لي العدد الأولي هو عدد له عاملين أو قاسمان فقط والعدد نفسه، العدد 1 والعدد نفسه، هذه أرقام ثابتة. لو أنني استعرضت هذه العوامل الأولية على وجه السرعة، تبين أن عندي مجموعة من العوامل الأولية. نبدأ بالرقم 2، يعني ما هما الأعداد التي لو بحثت عن عواملهما لو وجدت فقط العدد 1 والعدد نفسه؟ أولهما 2، ثم 3، ثم 5. نلاحظ أنني تركت 4، لماذا؟ لأن 4 1 في 4 هو 2 ضرب 2، فأصبح لها 3 عوامل. 6 مثلها لها أكثر من عاملين، 7 لها عاملين فقط، 8، 9 لها عاملين فقط، 10 لها عاملين أو أكثر، 11 لها عاملان فقط، 13 لها عاملان فقط، وهكذا 17، وهكذا كثير من الأعداد التي ستمر علينا إن شاء الله. إذن عندما يصبح له عاملان فقط فهو يعتبر عددا أوليا، عددا أوليا، هذا حينما يكون له عاملان فقط. أما إذا كان له أكثر من عاملين فهو يسمى عددا غير أولي. نلاحظ هنا ملاحظة، طبعا قلنا أن الغير أولي لا
لو أعطينا مثال غير أولي بيعطي أمثلة كثيرة، أغلب الأرقام هي غير أولية. نبدأ مثلا من الأربعة، الستة، ثمانية، تسعة، العشرة، 12، 14، وهكذا. فأي عدد له قاسمين أو أكثر فهو يعتبر عددا أولي. نلحظ ملاحظة، وهو أن العدد واحد والعدد صفر ليس أوليا ولا غير أولي. الصفر والواحد هذا ليس أوليا أو غير أولي، فلا يقال له أوليا ولا غير أولي. نعم، ننتبه لهذه المسألة. نعم، هذا بالنسبة لبداية درس العوامل الأولية. نكمل إن شاء الله. لدي العديد من التمارين. يقول صنف كل من العددين الآتيين إلى أولي أو غير أولي. نلحظ أن 12، لو اخترنا العدد 12، ننتبه أسأل نفسي هل العدد 12 فقط له عاملان فقط؟ يعني لو أنني سألت أحد الطلاب قال يا أستاذ واحد فيه 12، قلت له فقط، قال فقط، فإن نلحظ أن إجابته خاطئة. إذا ما هي الأعداد التي لو ضربتها في بعضها يعطيني 12؟ لو وجدت 2 في الستة يعطيني 12، لو وجدت 3 في الأربعة يعطيني 12. أوه، لها ستة قواسم، لها ال 12 ستة قواسم، فأصبحت بذلك عددا غير أولي، أصبحت عدد غير أولي. ما هو السبب؟ السبب أن لها أكثر من عاملين. نعم، مثلها 19. لو نلحظ أن 19 وقلنا للطالب أعطني ما هي عوامل 19، ما هي عوامل 19، ما هي قواسم، فقال لي 1 في 19. قلت له ابحث عن عددين آخرين لو ضربتهم في بعضهم يطلع 19، يقول لي لا يوجد. إذا أصبح العدد أوليا، أصبح العدد عددا أوليا، ف19 هنا عدد أولي. نعم، يقول لي تحقق من فهمك، صنف كل مما يأتي أولي أو غير أولي. نلحظ مجرد ما خرج معي أو نتج لدي أن هناك أكثر من عامل، ف28 مثلا، 28 أبحث، أقول 1 في 28، هذا بديهي. أبحث عن عدد آخر أجد أنه 2 في 14 ولها ايضا اخر، فمباشرة فهمت انه غير اولي، غير اولي. نعم، ومثل ال 11 وال 81، ال 11 وال 81، ننتبه ال 11، ال 11 واحد في 11. لو قلت لك ابحث لي عن عددين اخرين حاصل ضربهم 11 لقلت لي لما يوجد، فاصبح العدد اوليا. هنا قلت لك أعطني، تقول لي 1 في 81، ممتاز. هل يوجد آخر؟ نعم يوجد آخر. ما هو الآخر؟ هو 9 في 9، وهذه من كثير من الأخطاء التي يحدثني. إذا ألحظ أن لدي 3 عوامل هي 1 و9 و81، أصبح العدد غير أولي. ما هو السبب؟ أن له أكثر من عامل. نعم، بالنسبة لبقية كل عدد غير أولي يمكن التعبير عنه في صورة ضرب أعداد أولية، ويطلق على ذلك تحليل العدد إلى عوامله الأولية، ويمكن استعمال التحليل الشجري لإيجاد العوامل الأولية لعدد معطى. نعم، التحليل الشجري هو تحليل يسهل علي كثير من حل المسائل، بدلا من هذه الطريقة الاعتيادية التي كنت أشرح فيها وهي البحث عن أعداد. فأنا مجرد ما أضع التمثيل الشجري ينتج لدي العديد من العوامل. سنكمل إن شاء الله، نتوقف عند هذا المثال، ونكمل إن شاء الله الشرح في الدرس القادم.